قتان، عايز اطمن على لعيبه سيراميك كليوباترا الغائبين والمصابين. هبدا معاك باخر لاعب اتصاب امبارح في معسكر منتخبنا الاولمبي، احمد ياسر ريان، واستبدل. انتهى المعسكر، فهل عرفت حالته ايه؟ هل ده من نعرف امبارح. ممكن يغيب لحد امتى؟ لا من امبارح هو كلمت احمد وكلمت دكتور ايمن زين تمام طبيب المنتخب، وتواصلنا مع بعض، راجل محترم جدا جدا تمام بصراحه، مش اول تواصل، وطمئنا ان هو كان عنده حاجه بسيطه كده في مناخي في عظمه الانف، وعملنا له اشعاعات النهارده طمئنا احسن، تمام وان شاء الله باذن الله بكره هو موجود معانا ان شاء متاح الله. لمباراة الأربعاء ان شاء يعني الله بشكل باذن الله ضمني. هنطمن عليه بكره. هو في ورم بس حوالين تمام المناخير، والامور ان شاء الله تبقى كويسه يعني. موعود هو بالعظام ده، بيلعب طول الوقت بحاجة في بالبريس ايديه، ايه القصة اللي في ايديه؟ قصه، هو كان عنده كسر في عظمه الزورقيه، وديت الحقيقه كانت تقريبا في ماتش الجونه في الدور الاولاني، كان وقع، وبعدين عملنا اشعه، طلع الاشعه المبدئيه ما فيهاش حاجه، وقع تاني طلعت العظمه مكسوره، وكنا ساعتها مسافرين رايحين عندنا ماتش في الكاس مع غزل المحله في اسكندريه، وبعديها بثلاث اربع ايام عندنا ماتش مع المصري بورسعيد في برج العرب، فقاعدين هناك بقى الاسبوع ده قعدنا في اسكندريه. فهو الحقيقه احمد ريان راجل الحقيقه يعني. قال لي انا هكمل وهلعب وهربط ايدي، وعملنا له فعلا بريس بينزل بيه، وكنت بعمل له جبس قبل الماتش، ويوم الماتش الصبح افك له الجبس عشان يقدر يلعب، واحط له بريس يلعب، وبعد كده نروح الفندق واحط له جبس تاني. ياه والله كان بيلعب بإيد مكسورة في عدد في ماتشين. ماتشين. وبعد كده لما رجعنا القاهرة تاني يوم عملنا له العملية، وبعدين قعد خد راحة 3 ايام، وبعدين كان ماتش الزمالك لعبه بعد العملية، ودي دلوقتي بقت ايديه تمام كويسة الحمد لله بس رب العالمين. لسه فيها لا مشكلة بس او افضل حاجة؟ بكتير جدا افضل جدا. بكتير. طبعا احنا وزن كير، بس الامور افضل بكتير يعني. ده